المرأة فاش تخاصم مع الراجل وترجع لدارهم. امي كي دايره؟ ابان لي محرقة هذا الكل لاباس، ما كاين هز كريسك اش كاين؟ ياك ما يسرع عليك الراجل عاود تاني. وامي راني تخاصم مع العربي. ها ويلي على سعدي الكحل. يا ناري على مخلط الراس. يا ناري على طاحة في البير. ها ويلي على سعدي الكحل. ومالكي؟ ويلي يا امي عندكم قرض حدا الباب خلينا زعما ندخلوا بعدا تسعة نعاود ليك. ها بويت على حريرتي اللي مطابش دخلي دخلي دخلك في حيط ان شاء الله دخلي. انا غنعاود لك امي ودابا قال لي تحرق. ها ويلي كملي كملي. ودابا يا امي قال لي كتشطحي كعزان وقال لي ما عندك كاع فورما وانت الاخرى امي بغا يعلقها ليا ما بغاش يعلقني الاخرى ما كتفيني الاخرى ويصفقني وانا نهرب. والناس مني تبي لك يتعلموا الشطير انت فكرتي ويلي يا امي واش انا جيت عندك باش تشوفي الفيديو وانا اللي شيطه شويه انت دايره كي بوق جامع. انت اللي قفتك يا بنيتي ها يا بنت حليله غضبانه وليش ما بغاتش تشطح الراجل ولا شطحات ليه ما بغاتش تعطيها الغرامه وهربات ليه. ويلي وبنيتي بحريرتك اش جابك؟ واش دفا مكروسه يا تيماكي هاني غضبانة زعما. دور على جيتي المخرة وعلاش بنيتي بالسلامة؟ الله ها هو جواك بان يلا قولي لي عاودي لي. غضبانة مخاصمة مع راجلي. يا تي عرفتي امي علاش تخاصمات معاهم؟ بنيتي علاش جاية هنا؟ يا ويلي يا مرا ما عرفاتش طحني ودني قفتك ما جاتش امي في ايامنا كنا نلقاو ندرسكو على ديك القاعدة حتى كنشخشخوها. يا ولي عند الحرام يجي يعلمك يعلمك الشطيح كان كنخدم مع شيخاتو. وا تفرجي تفرجي ديك البنيتي اش غادا دير ليك جدك غاتندمك حلو النهار اللي قلتي تعلم شي عند مي غضبانه. وانت يا بنيتي راجعه راجعه جيبي معاك قالب سكر جيبي معاك خميس تاع الدقيق وانت يا بنيتي جيي عند بو عيوك لك النخال وانت باك هو لقى ما ياكل بقى ما يوكل لك تو. راني عندي نفس مالي يوم تبقى جالسه في الدار وزيد شطيحتي الكريسي وجيت عندك. النفس وبيت العرابوس عندو النفس نوضي هزي كل ريسك اللي فيه جرش طيطات ورجع لدارك اللي قدك راها دايره الولاد ومدبت الراجل وجي عاد بك عوقلك الشمندر نوضي. وي دخلت عليك بلا باخا على صوتي واش هادي امك لقيتها في البدوزه ديال سي علان؟ ايوا بنيتي اش حساب ليك؟ راه هادي يمي نوضي هزي كراوعك وزيدي خلفها مع الطريق. امي ومسلانة اللهم ما تلقاني مع راجل يسلخني ولادي فمها يقتلني. هو اللي على الدريه يجيب عليا كرش تاع السطيط وجيه جيه عند بوها بوها الاخر ما ياكل. هو اللي بوها راه السروال من عملي فتوى ما تخوف بقات ما خايبه شوفي ديك الدري تا فينا هي مشات. هيا امي كنت سمعك الدوار وكان خوا بقيت فيها انا وياك نتسارو كيما فرط الطم. ما جاتش بنيتي في جامعتي ما جاتش في جامعتي نهار اللي كان بغا يدخل عليا الدار خليته وانا قلت لي شوف والله يا امك تنضرك توي عاد تصبحوا مكركبين ما يعرفوكم باش متهم وجايب عليا وانت بوك تعزينا بعدا وعزينا بعدا وجهالك كي شتي دابا كي شتي هو من جد قايد عليك كروس بعد شويه طاح مسكين طاح في بير طاح على قنيتها ولكن لا قربتي لا تقرا كلها مغن كنت عاد كما رزيله سنانها طايحتي الشاري طاح لي حبيبي والفم هو تفم ومترعك العقبه ديال المملوكه وطلعي معاه ما الا دير درجه طلعي معاه ما جاتش بنيتي في جامعتي ما جاتش حيت عليا ما بقاو الدرجات بنيتي ما بقاو بنات ما بقاو بنات على تنهض عليهم هازت الريسه وهازت جوج شرويطات وجايه لدارهم كلها دارهم بك زوجك يتهنى ما تقول يصرف عليك
وقت الله فتن نخر ليا كلها بقاش عي وكلك حيت عليا حيدي ما قاودنياش. ما تنسوش ديروا اللايك ديالكم كنت اول مره غتشوفوني، اشتركوا في القناه ضغطوا على الجرس ليصلكم كل ما هو جديد وصلوا على النبي.